اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من المطبخ. ان شاء الله حلقتنا تكون حلوه. هنستمر النهارده في الكلام عن الزيوت، موضوع اللي ابتديناه معاكم امبارح هنستمر فيه برضو، والنهارده هنعرف ان شاء الله. امبارح عرفنا ايه انواع الزيوت، هنعرف ازاي نتعامل مع الزيت واحنا بنقلي. هنعمل النهارده وصفات حلوه. هعمل اول حاجه قرنبيط بانيه، بس قبل ما ابتدي اقول مقادير واشتغل فيه، انا هحط في الخلاط الفراوله والسكر بتوع الصنف الحلو بتاع النهارده، لانه لازم يتضرب من قبلها على الاقل بنص ساعه. يبقى انا هحط هوريكم هنعملها ازاي، وبعد كده هنبتدي في الوصفه بتاعتنا. دي الفراوله بتاعتي زي ما هي، وادي 3 معالق سكر ومعلقه او معلقتين خل بلسمك حسب ما انت بتحبي الطعم يظهر. الخل البلسمك بيطلع بيبين الحلاوه اللي في السكر اللي في الفراوله. انا مش عايزاها عصير، بص كده يعني، عايزاها تبقى خشنه كده خلاص، يعني كانها مفرومه. مره كمان، وبعدين هحطها هنا اهو، وهسيبها على الاقل نص ساعه تنزل لي الميه بتاعتها، وهنعرف ليه واحنا شغالين في الحلو بعد كده. يبقى انا الفراوله ضربتها مع السكر، السكر العادي مش الباودر اللي في الوصفه، وما بفرمهاش ناعم قوي تبقى مهروسه، لا تبقى باينه فيها حتت اهي. وحطيت معاها معلقه او معلقتين خل بلسمي وسبتهم. هنبتدي دلوقتي في الوصفه بتاعتنا. هنعمل قرنبيط بانيه. هستعمل راس صغيره من القرنبيط، يعني كده اهو، ادي البوله اهي، ببقى سلقاها على البخار، مش عايزه تسويها على البخار نص سلق، يعني مش هخليها مهريه، لما اجي احمرها بعد كده اهو مش هتنفع، هتتقطع. فهي راس صغيره مسلوقه نص سلق، كوبايه دقيق، نص كوبايه نشا او كورن فلاور، معلقه صغيره بيكنج باودر، كوبايه ميه، كوبايتين بقسماط مطحون، ملح وفلفل وشطه حسب الرغبه، وهستعمل معلقتين زعتر ومعلقتين بابريكا. يبقى راس صغيره قرنبيط مسلوقه نص سلق، كوبايه دقيق، نص كوبايه نشا، معلقه صغيره بيكنج باودر، كوبايه ميه، كوبايتين بقسماط مطحون، ملح وفلفل وشطه، معلقتين زعتر ومعلقه كبيره بابريكا. هعمل ايه اول حاجه؟ هجيب بول عندي، هخلط فيها الدقيق، بسم الله الرحمن الرحيم، والنشا، شطه، والبيكنج باودر، بابريكا، والزعتر. خلاص هخلطهم مع بعض، وبعدين هضيف لهم الميه. طب انا لو ما سلقتش القرنبيط على البخار، سلقته في ميه عاديه، هاخد الميه دي من، بسم الله الرحمن الرحيم، من ميه سلق القرنبيط. طبعا بتسلق القرنبيط في ميه قليله جدا، لان الفيتامينات اللي فيه بتدوب في الميه للاسف، فبتنزل الفيتامينات في الميه، عشان كده بنقول دايما القرنبيط يتعمل على البخار، يعني مصفى وتحتيها ميه. يا احمد، وبعدين هكون عجينه سايله. انا مش عايزه بس اعمل في اناء اكبر علشان اعرف اغطي القرنبيط كويس، فعشان كده عاملاه في بوله صغيره اهي. بصوا عجينه سايله، فاضل لها بس احط لها ملح. القرنبيط وانت بتسلقيه حطي له شويه كمون، حتى لو انت هتسلقيه على البخار رش عليه شويه كمون علشان ما يعملش غازات، ما يسببلكيش غازات وانت فخاد، فبنرش عليه شويه كمون. هاجي بعد كده اعمل ايه؟ هسخن الزيت جنبي. على فكره الزيت، اي زيت في الدنيا ما بيتكسرش غير لو تعرض لحراره شديده، يعني الزيت لغايه قبل 200 درجه الزيت ما بيتكسرش، بعد ما يتعرض للدرجه ال 200 يعني درجه الحراره العاليه 200، يسخن هو نفس الزيت يوصل ل 200 درجه، بتبتدي تتكسر فيه الجزيئات بتاعته، يطلق بقى اللي هي جزيئات الشارده، فيتعرض للاكسده، ودي بتعمل لي مشاكل، بتعمل لي يعني
هي مركبات مسرطنه بتتكون لو عملناها ببساطه طبعا عشان ما نعقدش الدنيا. الزيت افضل درجه الحراري، اول ما يسخن انزل درجه الحراره بتاعته من 90 ل 190، ما تزوديش عن كده علشان ما يطلعلكيش المركبات السامه اللي جوه. هعمل ايه؟ هبتدي احط القرنبيط، اجيب شوكتين بس، هحط القرنبيط في العجينه دي، بعدين بنزل منها الزياده، اول هو بغلفه بيها وانزل الزايد منها واروح حطاه في البقسماط علشان يتغلف بالبقسماط. بالطريقه دي بيعمل لي طبقه مقرمشه حلوه جدا. ممكن تحطيه في التلاجة، يعني ممكن تجهزيه كده تحطيه في التلاجة وتطلعيه من التلاجة على التحمير. أنا عايزة أشوف بس الزيت سخن ابتدى أهو، هنعمل التاني. يبقى أنا معليش درجة حرارة الزيت عن 200. حاجة تانية، أنا لما أحط الزيت على نار عالية جدا بحيث إن هو يسخن بسرعة من مش بالتدريج، ده برضو بيعرض لي المركبات انه يطلق المركبات السامه اللي فيه، فلازم اخد بالي برضو من النقطه دي ان انا ما احطوش على نار عاليه قوي علشان ما يسخنش بسرعه قوي، يعني بالتدريج. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي بصي بالشوكه علشان بس ما اعملش طبقه على ايديا والاقي البقسماط كله لزق في ايدي وخلصت البقسماط. احاول ادخل القرنبيط سوري البقسماط جوه القرنبيط وبعدين التاني. حاجه كمان مهمه جدا بتبوظ لي الزيت، او نقدر نقول احنا ممكن نحمر بالزيت كذا مره. امتى ممكن نحمر بالزيت كذا مره وامتى ممكن ما احمرش بيه تاني؟ الزيت علشان احمر بيه كذا مره بيعتمد على كذا حاجه. اول حاجه درجه نظافته، يعني انا دلوقتي هحمر فيه القرنبيط، القرنبيط ده فيه بقسماط، هينزل بقسماط في الزيت. البقسماط ده او اي بواقي اكل بتنزل في الزيت بتكون لي شوائب فيه، الشوائب فيه دي هي اللي بتخلي الزيت يتاكسد. يبقى اول حاجه اراعيها ان انا اول ما اخلص تحمير اخليه بس مجرد يهدى الزيت واروح مصفياه من كل الشوائب اللي فيه، ما ينفعش ان انا احتفظ بيه اخليه والشوائب دي فيه، لا لازم اصفيه من الشوائب اللي فيه. وبعد كده اهو احفظه في مكان مظلم، يعني احطه في دولاب ضلمه، احطه دولاب المطبخ يعني، احطه في الفرن لو الفرن عندي بارد، ما يبقاش الفرن سخن او لسه انا مستعملاه واروح حاطه الزيت فيه، ما هيكمل السخونيه بتاعته التسخين بتاعه، فاخد بالي برده من النقطه دي. يبقى انا الزيت اول حاجه ما احرقوش، ما خليهوش يطلع لي الدخان. عارفين الدخان اللي لما الزيت يتقدح ويطلع منه دخان اسود، ده معناه ان انا لازم ارمي الزيت فورا، ارميه. يعني متخيلين ازاي ارميه؟ لان ده بقى مسرطن. اخد بالي من النقطه دي كويس جدا. وزي ما قلنا احنا بنهدي على النار بعد ما الزيت يسخن. القرنبيط اصلا هو مستوي نص سلق فمش هياخد معايا سوى، بس علشان الزيت ما يتحرقش معايا. احنا هنطلع فاصل يا محمد. اهو عايزين يا احمد لو سمحت المقصوص عشان يطلع. هعمل هنا بقيه الزغنانين دول، ممكن اعملهم كلهم مع بعض. نوع الزيت برضو بيتحكم لي ان انا ممكن احمر فيه تاني ولا لا. احنا قلنا امبارح ان زيت الزيتون ما ينفعش ان انا احمر فيه او ان انا اسخنه قوي. ليه؟ لان زيت الزيتون درجه الاحتراق بتاعته 360. زيت زي الكانولا مثلا 460، زيت زي نخاله الرز 490. ما تستقليش ان درجه احتراق، الفرق بين درجه الاحتراق بتاعت زيت الزيتون والكانولا مثلا 100 درجه، ده الفرق بين التلج والميه المغليه هي 100 درجه من 0 ل 100، فما تستقليش بال 100 دي تفرق كتير. فزيت الزيتون اقل زيت
عنده درجة احتراق، يعني بتحرق على طول عند 360. علشان كده زيت الزيتون ما ينفعش لا احمر بيه ولا. يا مدام ليلى. نعم. ايوه حبيبتي مدام ليلى. لو سمحتي. ايوه لو سمحتي. ايوه حبيبتي. ايوه لو سمحتي تعيدي لنا الخلطه تاني. اعيدك الخلطه من عينيا الاثنين، هعيدها تاني. نعم. كده اهو. انا بعمل وردات القرنبيط كبيره، بس انت ممكن تعمليها وردات صغيره. طب بصوا بقى، انا لسه بغلف القرنبيط، هبعد الزيت عن النار اخليه يهدى عشان ما يتحرقش. انا لسه بغلف بقيه القرنبيط وانا ديني بحمر قدامكم، فاعمل ايه؟ ابعد الزيت عن النار على ما اغلف الباقي، لكن ما اخليش الزيت على النار حتى لو انا موطيه عليه وانا بشتغل، لان هيتحرق. اخد بالي من النقطه دي، انت اديني لسه بغلف في الباقيين، علشان كده بعدت الزيت عن النار علشان الزيت ما يتحرقش. اهو الخلطه دي هقول لك حالا هي عباره عن ايه. انا راس قرنبيطه صغيره، لو القرنبيطه كبيره بعمل نص راس، وبعدين بجيب كوبايه دقيق اهي عشان ما ننساش حاجه منها. هتطلع طب ماشي اوكي. بعد الفاصل بقى هنقول المقادير تاني. انا دينا حمرنا القرنبيط، انا لسه ما رجعتوش على النار، بس هو حطيت فيه القرنبيط غلي ابتدى لان هو سخن، عشان كده لازم نبعده. هنرجع من الفاصل، هروح لفاصل ونرجع من الفاصل، استنونا. رجعنا من جديد، حمرنا القرنبيط. ادي القرنبيط البانيه بالطريقه دي، طعمه رائع حقيقي، طعمه حلو جدا ومقرمش، غير الخلطه اللي احنا متعودين عليها اللي هي بتبقى بالعجينه بس. ده حلو قوي. انا هقول لكم المقادير اللي احنا استعملناها. انا استعملت كوبايه دقيق مع نص كوبايه نشا، بيديله قرمشه فظيعه النشا، معلقه صغيره بيكنج باودر، كوبايه ميه، كوبايتين بقسماط مطحون، وطبعا ملح وفلفل وشطه، معلقتين زعتر، معلقه بابريكا. واخر الحلقه برده هنقول المقادير تاني ونقول الطريقه من تاني. هنعمل ايه دلوقتي؟ هعمل سمك بوري. السمكه طبعا بتبقى متنظفه كويس جدا، وما بفتح بطنها وانضفه. المقادير بتاعتي هستعمل سمكتين بوري كبار. هجهز فحمه احطها على النار علشان عايز اخد الدخان بتاعها بعد كده للسمك. سمكتين بوري كبار متنضفين كويس، بطاطسيتين شرايح رفيعه علشان تستوي بسرعه. السمك ده ما بياخدش وقت خالص في الفرن، خصوصا بالطريقه اللي هنعملها دلوقتي. حبتين فلفل الوان، جزرايه شرايح، حزمه بقدونس، نص حزمه كزبره خضراء، معلقه كمون، معلقه بابريكا، معلقه صلصه طماطم، نص راس توم، معلقه عصير ليمون، لا هي مش عصير معلقه، هي عصير ليمونه، معلقه زعتر، بصلتين شرايح، شرايح طماطم للوش. يبقى سمكتين بوري كبار، وحبتين بطاطس شرايح رفيعه، حبتين فلفل الوان، جزرايه، حزمه بقدونس، نص حزمه كزبره، معلقه كمون، معلقه بابريكا، معلقه صلصه طماطم، نص راس توم، عصير ليمونه كبيره، ولو ليمونتين مفيش مشكله، معلقه زعتر، بصلتين شرايح، وشرايح طماطم. هعمل ايه؟ هجيب السمك بتاعي كده، بس انا هسخن الاول شويه زيت علشان هشوح فيه الخضار بتاعتي. المقادير احنا قلناها مرتين، يبقى انا هستعمل سمكتين. الخضار اللي انت عايزه تستعمليه، يعني لو انت عندك خضار تاني عايزه تستعمليه، اي خضار انت عايزاه، اي توابل اللي انت عايزاه، انا بسهل عليكي اهو. الطريقه هي التكنيك بتاع النهارده هو اللي يهمني. هاجي ادي البصل بتاعي، الزيت سخن وحطيته. لو انا بقى بستعمل زيت زيتون مش هخليه يسخن، هستعمله والزيت بارد. خلاص اتفقنا على كده من امبارح ان انا هستعمله والزيت بارد، ما سخنش زيت الزيتون غير لما احط الاكل فيه. يعني ممكن اقلب فيه الخضار بس ما اخليهوش يسخن الاول، لا احط الخضار اول ما يبتدي يدفى. هخليه البصل يتشوح. هاجي بقى هنا اهو
هعمل خلطة عندي من الثوم ونص البقدونس ونص كزبرة ونص التوابل بتاعتي. خلاص. و مين؟ أم رنيم. أم رنيم؟ ألو؟ أيوه يا حبيبتي أبو جان. أيوه عاملة إيه يا حبيبتي؟ أم رنين ولا رنيم؟ رنين. رنين رنين. إزيك عاملة إيه؟ رنين. أم رنين. بالنون. ربنا يخليها لك يا رب. أنا كويسة. أنت عاملة إيه يا حبيبتي؟ وطي التلفزيون بس عشان تسمعيني كويس. الحمد لله. عينيا ليكي يا حبيبتي. بنورك يا قمر. بس هسأل بيتك على كفتة التونة. على كفتة التونة؟ بتحط لها بطاطس هي المهروسة دي؟ بتحط لها بطاطس عشان تمسكها في بعضها، بتحط لها بطاطس وبتحط لها بصل وفلفل أخضر، فلفل حراق، ثوم، بتطلع تحفة في الآخر. وبتغطيها بيض وبقسماط او من غير بيض وبقسماط. احنا عملناها مره كده ومره كده. عينيا ليكي. بصوا البصل بشوحه لغايه ما ريحته تطلع كويس جدا. هاجي احط ملح على الخلطه دي وهبتدي اسخن شويه زيت في صينيه ثانيه. صينيه سوري في طاسه فلات مبططه يعني. واجي الشقوق دي بحشيها بالخلطه بتاعتي. ما تعمليش الشق واسع علشان ما تطلعش منه الخلطه يعني. والباقي طبعا دخليه في بطنها من جوه. كده طبعا السمك تكوني منضفاه كويس جدا ودعكاه بملح وفلفل وليمون كمان كده. واجي بعدين انا عايزه اشوف، انا بحط الليمونه قشره الليمونه بس علشان اعرف الزيت سخن ولا لا. وحاجه تانية بقى عايزه اقول لك عليها، انت لو بتحمري سمك وقشر الليمون اللي انت عصراه على السمك حطيتيه في الزيت مش هيخلي ريحه السمك تملى البيت، هتبقى ريحه الدنيا عندك حلوه قوي. هحط السمكتين يتشوحوا. هاجي بقى البصل كده كافي بالنسبه لي ان انا اشيله، بس هحاول انزله من غير زيت. هحط البصل في الطاجن او الصينيه اللي انا هدخلها الفرن. وهاجي مكانه هحط الجزر والفلفل الرومي. وهقلب. اجي هحط بقى هنا بقيه البقدونس وبقيه الكزبره. السمك ما تقلبيهوش عشان لو قلبتيه هيتفتت. انا عايزاه يتحمر من تحت لغايه لما يبقى معايا. وادي الجزر والفلفل بشوحهم برده. في الوقت ده هعمل ايه؟ هجيب بول وشويه ميه سخنه يعني كوبايه مثلا، كوبايه ونص ميه سخنه. هحط فيها معلقه الصلصه اللي في المقادير عندي. بسم الله. وبقيه التوابل بتاعتي. مش احنا خدنا نص التوابل نحشي بيها؟ ولو فضل عندك خلطه اللي بتحطيها في بطن السمكه زوديها برضه. وادي بقيه عصير الليمون. هحط ملح وفلفل اسود
يبقى احنا الزيت لازم نصفيه. بصوا الزيت هدي، عايزين بقى نشوف الزيت لو سمحت يا محمد. الزيت ده اللي احنا حمرنا بيه اجيبه لك قدام. بصوا انا خليته لغايه لما تحت يرسب البقسماط، بهاي البقسماط اللي احنا حمرنا بيه الارنبيط، واروح مصفيه الزيت عشان كل البقسماط ده هو ده اللي بيأكسد لي الزيت. الزيت لسه لونه، بصوا لونه حلو ازاي فاتح. يبقى الزيت ده انا ممكن استعمله تاني. الزيت لما لونه يتغير احس ان هو بقى غامق عن اللي هو اللون الطبيعي بتاعه، او درجه اللزوجه بتاعته الاقيه لازج عن الطبيعي، ما استعملوش. يعني لو لونه اتغير او لزوجته اتغيرت ما استعملوش، او لو طلع دخان وقلنا واتحرق برضو ما استعملوش. فاخد بالي من النقط دي كلها، وفي كل الاحوال ما يتحمرش بيه ابدا اكتر من 3 مرات. ادي السمك، بدل السمكه من تحت خلاص فكت، يبقى انا ممكن اقلبها. احنا عايزين سباتشولا طويله يا احمد لو سمحت، عايزين بريك ما لحقناش. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. ادي السمكه هقلبها على الناحيه الثانيه. ايوه ماشي خلاص بقى، هقلبها على الناحيه الثانيه اهي. وهاجي اخد الخضار ده ازوده، الطماطم بس ما بحمرهاش. التشويحه دي بتدي الخضار ريحه وطعم فظيع، وبعدين ما بتخليهوش ياخد وقت في الفرن. هي السمكه كده كده مش هتاخد وقت طويل في الفرن. اخر حاجه بحطها البطاطس عشان تاخد تشويحه. هجيب بقى بعد كده السمك على الخضار اللي انا حطاه ده، بقلبه كله. اهي هروح جايبه السمكه، خلينا دي اعرض عشان ما تتبهدلش معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي واحده وادي الثانيه. اوكي، الميه اللي انا السخنه اللي دوبت فيها هحطها عليها بالتوابل، بحطها كلها وبعدين بغطي السمك وبدخله الفرن. بس الاول هعمل ايه؟ هحط البطاطس وهحط شرايح الطماطم فوقيه زي ما هي. خلاص هحط شرايح الطماطم كده عليه. وكمان انت ممكن عارفه ناخد شويه كده من الخضار بحيث يبقى له منظر حلو، وبدخله الفرن يكمل سواه في الفرن. الطريقه دي حلوه جدا للسمك، ممكن تعملي كمان بيها البوري، مش بقى البوري والبولتي، مش بس البوري، البولتي برضو بيبقى حلو قوي بالطريقه دي. وبعد ما اطلعها من الفرن هترش لها الفحم. احنا هندخلها دلوقتي الفرن وهنروح فاصل، ونرجع من الفاصل استنونا. رجعنا من جديد. ده الارنبيط اللي عملناه، السمك في الفرن احنا عاملين واحده استوت، حطينا لها الفحمه وهنطلعها دلوقتي نوريها لكم. هاتها لنا يا احمد لو سمحت. هنعمل دلوقتي صنف الحلو بتاع النهارده. صنف الحلو بتاع النهارده فيه ميزه، ميزتين كمان. اول ميزه ان هو سهل جدا، ما فيهوش اي حاجه، اسهل منه ما فيش. تاني ميزه ان انا ساعات بيفضل عندي بسكوت، بيفضل عندي كيك، بيفضل عندي دونتس، بيفضل يعني الكرونتس بتاع امبارح بقيته، اللي هو اللي قلنا خليط من الدونتس والكرواسون اللي عملناه امبارح ده، انا هستعمل بواقي بتاعته ان اعمل صنف الحلو بتاع النهارده. فدي الميزه، انا عندي فضل من امبارح شويه حتى لو نشفوا سنه. ايوه يعني هقول لك تعملي فيه ايه لو الحاجه نشفت معاكي. هو ده طري مش ناشف، بس لو ناشف هقول لك تعملي ايه. هنقول للمقادير دلوقتي بتاعتنا. هو بودنج الفراوله والكريم تشيز، ممكن تحطي بسكوت عادي، ممكن تحطي بسكوت ماري، ممكن تحطي بسكوت اي بسكوت شاي، بس ما يبقاش فيه شوكولاته، يبقى حاجه ايه ساده. ممكن تحطي سافويار اللي هو ليديز فينجر، اللي هو صوابع القطه او ديل القطه، مش عارفه بيقولوا له ايه، حاجه كده اللي هو السافويار. المهم اي نوع بسكوت عندك هينفع، اي نوع كيك ساده عندك هينفع، حتى لو كيك محشي فراوله هينفع.
احنا في اول الحلقه ضربنا الفراوله، بصوا عملت الصوص ازاي. هو الصوص ده اللي انا عايزاه، عشان كده ضربتها من بدري. ضربت الفراوله مع السكر والخل البلسمي في البلندر، خلاص دي الفحم اهو. بصوا ادي السمك طلع كده اهو، مش عايز يتحمر شويه كمان بس مش مشكله. وادي الفحمه اللي احنا عملناها عليه، يا ريت تجيبه لنا يا محمد. ايوه دي الفحمه اللي بالزيت، حطيناها في الزيت وهي طبقه سخنه بس، وحطيته علشان ريحه الفحم السمك ياخد ريحه الفحم. اوكي هنقول المقادير بتاعتنا بتاعت البودنج. باكوين بسكوت شاي او بواقي كيك. انا النهارده هستعمل بواقي الكورنتس بتاع امبارح. باكو كريم شانتيه مخفوق، يعني اجيب باكو كريم شانتيه باودر واضربه بميه ساقعه واحطه على جنب. 300 جرام جبنه كريم تشيز، ربع كوبايه سكر بودره، لا مش ربع كوبايه سكر بودره، هي اكتر، يعني هتستعملي سكر بودره حسب الطعم، يعني انت بتحبي الحاجه مسكره دوقي طعم. انا بالنسبه لي هو نص هيبقى احسن، نص كوبايه سكر بودره لغايه لما تحسي ان طعم الكريم تشيز راح. المشكله اقول لكم في حاجه، الكريم تشيز ساعات بتبقى مايلد طعمها دلع، وساعات بتبقى مالحه سنه. المالحه سنه دي محتاجه ان انا ازود لها سكر بودره شويه. هستعمل فانيليا، كوبايتين فراوله، ثلاث معالق كبيره سكر ومعلقه خل بلسمي. الكوبايتين الفراوله والثلاث معالق كبيره سكر ومعلقه الخل البلسمي هم دول اللي انا ضربتهم في اول الحلقه بالبلندر واو المنظر ده. هاجي اعمل ايه بقى؟ مفيش اسهل من كده. هجيب ادي البايركس اللي هعمل فيه، هجيب الكرونتس بتاعي او الدونتس اللي انت هتستعمليه هتجيبيه تقطعيه. طب افرضي فضل عندي بواقي كيك ونشف، هعمل ايه؟ هروح جايبه ربع كوبايه لبن اسخنها اغليها، واروح مسقساه الكيك بيها خلاص، واغطيه في الطبق بعد ما سقسقه هلاقيه طري وبقى زي الفل معايا خلاص. ادي حاجه اعمل بقى بعد كده، هضرب الكبه عندي او البلندر، هضرب الكريم شانتيه المخفوقه اهي مع الكريم تشيز مع السكر البودره. زي ما قلت لك ابتدي بربع كوبايه لو اللي انت متاكده ان هي الجبنه مايل، بس حسب بقى ايه ما هتدوقي، يعني افرضي لقيتيها دلعه عايزه سكر كمان زودي شويه سكر بودره. هروح حاطه هضربهم كويس مع بعض. اهي بقت زي الفل خلاص ضربناه. حطينا هنا اهو، هاجي احط من الفراوله دي عليه. اهي طبقه من الفراوله، وبعدين ادي الفانيليا بحطها على الكريم تشيز. وهاجي اقلب الفانيليا معاها اهي، وهحط طبقه بسيطه منها على الفراوله والكرونس. اي بواقي كيك اي طب البسكوت، البسكوت ناشف، البسكوت لازم تبليه بشويه لبن عشان ما يبقاش ناشف، يعني كده كده البسكوت لازم يتبل باللبن. الكيكه لو ناشفه هتبليها، لو الكيكه عاديه خلاص، يعني انا ما بليتش ده لان هو بصوا طري مش محتاج ان هو يتبل. اهي دي طريقه حلوه ان انا استعمل فيها اي بواقي من الحلويات فضلت عندي. بيفضل من الولاد كتير كيك وبسكوت، والواحد بيستحرم ان هو يرميها، فبستعملها ان انا اعمل بيها وصفه جديده شكلها حلو وطعمها حلو. ويعني مش لازم تقولي لهم انها من بواقي الكيك، يعني مش لازم علشان ايه تبقي انت عملت لهم حاجه جديده.
انا عاملاها في بايركس شفاف علشان تبان الالوان فيه. ما عندكيش بايركس شفاف ممكن اي صينيه تتعمل فيها ولما تغري فيها هتبان الالوان. بس هو كده اهو. الخل البلسمي ممكن تستغني عنه، بس هو بيدي طعم كده مختلف مع الفراوله، بس ممكن تستغني عنه خالص. ما تحطيش خل عادي، لو خل عادي لا ما تحطيش خل عادي لو ما عندكيش خل بلسمي عشان ما تبوظيهاش، لانه لو كتر منك هيبقى طعمها صعب. هو الخل البلسمي اللي بيبقى حلو معاه. خلاص ادي، وهاجي اعمل ايه بقى؟ هاجي اعمل عليها بقيه الكريم تشيز اللي فاضله. خطوط كده عشان ابين الفراوله. انت ممكن طبعا تغطيها بيها تماما زي ما تحبي، بس انا بحب الالوان دايما، بحب الحاجه تبقى ملونه، عشان كده ما بحبش اغطيها. يعني كتري طبعا علشان الجارنيش الديكوريشن يبقى شكلها حلو. كده وانا مخليه فراولتين ثلاثه عشان نزوق بيهم في الاخر. يبقى احنا قلنا الزيت لو اتغير درجه لزوجته او لونه او ريحته، لو ريحته حسيت ان هي فعلا متغيره ما تستعمليهوش خالص. لو اتصعدت منه ابخره تحسيتي ان هو اتحرق ما تستعمليهوش. الزيت هتخليه يهدى وبعد كده اهو هتصفيه كويس، تحطيه في حاجه اناء تاني وتحطيه في حته ضلمه. اوكي ادي هنزوقها. ده بودنج الفراوله بالكريم تشيز. هستعمل معاه اي بواقي موجوده عندي. انا استعملت بواقي الكرونت بتاع امبارح، هطلعه قدام وبصوا شكله من الجنب بيبقى حلو ازاي علشان الالوان فيه. ده اللي انا بقوله، يعني حاولي ان الالوان تبقى باينه علشان يبقى شكله حلو وانت تقدميه. انا هحطه هنا. هو اروح لفاصل، هروح لفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني، استنوا. رجعنا من جديد. عملنا النهارده صينيه السمك في الفرن بالفحم، وعملنا قرنبيط بانيه تحفه، وعملنا بودنج فراوله بالكريم تشيز. هقول الاول المقادير وهراجع بسرعه معاكم الزيوت وايه اللي ايه النتيجه اللي نطلع بيها النهارده. البودنج بتاع الفراوله والكريم تشيز بستعمل باكوين بسكوت شاي او بواقي كيك عندي، او اي بواقي اي صنف معجنات حلوه عندي. خلاص يعني لو في عندي كراسون مسكر اوكي هستعمله، اي معجنات حلوه باقيه عندي هستعملها. هستعمل باكو كريم شانتيه مخفوق، يعني مش هستعمله هو بودره، لا ده انا هضربه الاول مع الميه او اللبن وبعد كده استعمله. 300 جرام جبنه كريم تشيز، ربع كوبايه سكر بودره لغايه نص كوبايه سكر بودره، حسب انت عايزه ايه، حسب الطعم اللي بتحبيه. وفانيليا، دول كلهم هيتضربوا مع بعض، الكريم شانتيه مع الكريم تشيز والسكر بودره والفانيليا. وهستعمل كوبايتين فراوله مع 3 معالق كبيره سكر ومعلقه خل بلسمك. ما لقيتيش خل بلسمك ما تستعمليش خل عادي. قلبي السكر مع الفراوله، بس الفراوله انا بضربها في الكبه كده ضربتين، او فرميها على ايدك بس فرميها خشن، وحطي السكر عليها والخل وسيبيها من نص ساعه لساعه تنزل ميتها. عملنا ايه؟ حطينا الكرونتس اللي انا اللي هو الدونتس اللي عملناه امبارح، وعليه الفراوله وعليه الكريم تشيز بالخلطه بتاعتها طبقتين، وبعد كده زوقتهم بثلاث فراولات. عملنا ايه تاني؟ عملنا قرنبيط بانيه. القرنبيط البانيه بجيب راس صغيره قرنبيط بقطعها وردات واسلقها على البخار، يعني احطها في مصفى وتحتيها ميه. ما عنديش مصفى وميه هعمل ايه؟ هسلقها في شويه ميه صغيره جدا، حطي معاها ملح وكمون. الميه بتاعت السلق دي هي اللي انا هعمل بيها العجينه بعد كده، اللي انا هحطها في العجينه هي ميه السلق عشان استفيد من الفيتامينات اللي فيها. العجينه بتاعتي عباره عن كوبايه دقيق، نص كوبايه نشا، معلقه صغيره بيكنج باودر، كوبايه ميه سل القرنبيط، خلاص، ملح وفلفل وشطه، معلقتين زعتر ومعلقه بابريكا. ده كله ما عدا البقسماط. كل المقادير دي بعملها عجينه مع بعض، هغطس فيها القرنبيط بعد كده هحطه في البقسماط وابتدي احمره، هيديني طبقه مقرمشه جباره غير طبيعيه.
عملنا ايه كمان؟ عملنا صينيه سمك بالفحم. جبت السمك البوري نضفته وفتحت بطنه وعملت له خلطه من ثوم وليمون وشويه زعتر وكمون وبابريكا وبعدين وبقدونس وكزبره خضراء. عملت شقوق فيه وحشيته بالشقوق دي مع عصير الليمون. حمرت السمك البوري تحمير كده على نار سريع نار حاميه بحيث عمل كوتد من بره. وحمرت خضار، الخضار اللي عندك، انا استعملت بصل وجزر وفلفل رومي وبطاطس. شوحتهم وحطيتهم في الطاجن وعليهم السمك وحطيت فوقيه شرايح طماطم. عملت شويه ميه سخنه مع معلقه صلصه وبقيه التوابل اللي هي بقيه الكمون بقى والزعتر والبابريكا وعصير الليمون، وغطيت بيهم السمك، يعني مش غطيته يبقى العالي لفوق، يبقى شويه ميه كده. غطيت السمك الصينيه ودخلته الفرن استوى كامل سواه. طلعته وطشيت له فحمايه وغطيته شويه لغايه لما شرب ريحه الفحم، وبعد كده اهو بتقدميه بالهنا والشفا. احنا النهارده كنا بنتكلم على الزيت، في حاجتين كمان عايزه اقول لك عليها. اول حاجه، ساعات الزيت بيعمل رغاوي، لو الزيت عمل رغاوي خصوصا داير ما يدور الطاسه، ده معناه ان هو اتاكسد. دي غير الرغاوي بتاعت البيت. يعني ايه؟ انا القرنبيط ما فيهوش بيض، لو انا عامله حاجه فيها بيض، بيض كتير، هلاقي فيه رغاوي كتير قوي على وش الزيت. مش هي دي الرغاوي اللي اقصدها، انا اقصد الرغاوي اللي هي بتطلع داير ما يدور الزيت من غير البيض. الرغاوي ده معناها ان الزيت باظ، دي حاجه. حاجه تانيه، لو انا عندي زيت اغمق او باظ اروح مزوداه بشويه زيت جديد. غلط. ليه؟ لان انا هبوظ الزيت كله، يبقى الجديد باظ زيه زي القديم، يبقى ملهاش لازمه. خلاص. انت ممكن تعملي ايه؟ انت ممكن تجيبي اناء صغير زي اللي احنا حمرنا فيه امبارح، صغنن خالص عشان ما تاخديش زيت كتير، بحيث تربي الزيت. الزيت لازم يتربي كل مره، الا لو انا عملت له احتياطيات السلامه اللي هي معليش النار على 200، اخليه يهدى وفورا اروح مصفياه من اي شوايب فيه، احطه في مكان ضلمه لغايه لما ارجع استعمله تاني، واستعمل زيت درجه احتراقه عاليه. زيت الذره احنا قلنا ما يتحمرش فيه، لانه لما بيقدح زيت الذره بيكون كوليسترول. احنا امبارح اتكلمنا على الفرق بين الزيوت، بيكون كوليسترول زيه زي السمنه. خدي بالك من النقطه دي، هيبقى فيه كوليسترول عالي. عباد الشمس حاولي قدر الامكان ما تحمرش فيه اكتر من مرتين. عباد الشمس بيكون مؤكسدات بسرعه، يعني من الزيوت اللي بتتاكسد بسرعه جدا. زيت الزيتون درجه احتراقه قليله، ما ينفعش ان انا احمر فيه خالص. الكانولا بس للاسف هو قليل جدا في مصر، وزيت نخاله الرز ممتازين ممتازين للتحمير. نخاله الرز افضل، انه بيتحرق عند 490، الكانولا عند 460. زيت السمسم ما ينفعش ان انا اطبخ فيه، انه بيغير لي طعم الاكل، زي بذرة الكتان بيغير طعم الأكل. بس زيت بذرة الكتان مفيد جدا، بس ليه طعم، هي دي مشكلة فيه. زيت الصويا قلنا ما هو خفيف وممكن استعمله، ما كتروش كتير، لو عندي صبيان في البيت ما فيش داعي أكتر من مرتين في الأسبوع. زيت جوز الهند والنخل بقى من الزيوت اللي بيبقى فيها دهون مهدرجة كتير جدا، ما بحبش ان انت تستعمليهم غير في القليل النادر، يعني قليل جدا لما تستعمليهم علشان ما يعملناش مشاكل. احنا اتكلمنا النهارده عن استعمال الزيت، بكره برضو ان شاء الله هكلمكم عن الزيوت لغايه لما نوصل لتنظيف القلايه. يا رحاب. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبتي، انا ليكي. لو سمحتي كنت عايزه اعرف طريقه العجميه. العجمية بتاعت الكحك؟ ايوه. اوكي ماشي حبيبتي. إيه معانا وقت يا محمد؟ ده يبقى احنا النهارده عملنا السمك وعملنا القرنبيط وعملنا البودنج، اتكلمنا عن الزيت. عايزه بس اقول لكم قبل ما اقول العجمية، ان شاء الله يفضل معايا وقت، عايزه اقول لكم حاجه، ان الزيوت دي انا ما بخوفكوش والله. احنا واحد صاحبنا اخوه توفى عنده 27 سنه بالسرطان، ولما سالنا الدكتور ايه اكتر حاجه بتسبب السرطان، السرطان كتير جدا جدا جدا، قال لنا الاكل المتحمر للاسف من اكتر الحاجات اللي بتسبب سرطانات. عشان كده مش عيب في الزيت او عيب في الاكل نفسه، عيب في طريقه التحمير وطريقه التعامل، لان احنا للاسف ما بناخدش بالنا من كده. بنحمر في الزيت مره واثنين وثلاثه، بنزود عليه شويه زيت تانية وبنحمر فيه تاني، بينزل شوايب كتير في الزيت ما بشيلهاش. فخدي بالك من النقطه دي، لو الزيت لونه اتغير، لو درجه اللزوجه بتاعته اتغيرت، لو ريحته اتغيرت، لو حسيتي ان قوامه مختلف عن الزيت قبل ما، يعني خدي بالك برضو ان الزيوت مش كلها لون واحد،
فانا ما اجيبش زيت غامق واحمر بيه واقول ده غامق، لا هو اوريدي اصلا غامق، يعني يغمق الزيت عن الطبيعي بتاعه هو، عباد الشمس ملوش لون تقريبا، فاتح جدا، لو غمق شويه هعرف ان انا لازم ارميه، بس ما اجيبش زيت غامق مثلا زيت زيتون غامق ويغمق معايا في الاكل واقول ان هو ده غامق، لا خدي بالك ان المقارنه تبقى بنفس نوع الزيت ولونه قبل وبعد، خلاص؟ لو ظهرت رغاوي داير ما يدور الطاسه اللي انا بحمر فيها او الحله ده معناه ان الزيت لازم يترمي، لو الزيت طلع يعني انا حطيته على النار طلع بخار كتير اتخنه اللي هو الدخان الاسود ده، ده ارميه فورا فورا ما فيهاش اي نقاش، لان ده معناه ان هو كون مركبات سامه. ساعات بنسى الطاسه على النار وشويه فيها شويه زيت تتحرق ودي تترمي، حتى لو بعتيه عن الطاسه عن النار عشان يهدى الزيت وارجع استعمله تاني، لا ارميه ارميه. عشان كده حاولي دايما انك تقنني في استعمال الزيت، يعني ايه؟ لما اجي احمر استعمل في كميه زيت قليله جدا عشان يخلص وارميه بالمره، لو بحمر حاجه غويطه زي البطاطس القرنبيط ده عايز زيت غزير، خلي الطاسه اللي انت تحمري فيها صغيره علشان تغطي لك الحاجه وفي نفس الوقت ما تستعمليهوش كتير، على ما تخلصي كميه البطاطس اللي عندك هيكون الزيت خلاص كله استعمل فارميه. ما فيش وقت ان احنا نقول عجميه؟ هقول لك العجميه بكره مش مشكله، يا رب تكون حلقه النهارده عجبتكم، بكره ان شاء الله هقول لك العجميه، بكره لينا حلقه جديده، اشوفكم على خير.